يعني طبعا عشان نعرف كواليس اكتر خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي شريف شعبان. يا شريف مساء الخير عليك. الخير عليك يا زميلي امير، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. رمضان كريم عليك، خلاص على الابواب. الله اكبر، رمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك يا شريف؟ كله تمام؟ تمام. الاخبار عندك بقى في النادي والكواليس الخاصه بمران الفريق النهارده بعد عودته للتدريبات واستئنافه ليها استعدادا لمباراه المصري؟ خليني اقول لك، يمكن زي ما قلت ابدا لك بدايه اليوم، كان الكابتن محمود الخطيب متواجد في النادي الاهلي في غرفه اجتماعات مجلس الاداره. يمكن ذهب لي المدير الفني مستر لاسارتي ومترجمه مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن استمر الاجتماع المغلق حوالي نصف ساعه، اتكلموا فيها طبعا ايه مشاكل اللي مرت لفريق النادي الاهلي، ليه النتائج مش ايجابيه الى الان، ليه الخساره الاخيره وخساره اللقب الافريقي. اتكلموا فيها، يمكن اجتماع حوالي استمر نصف ساعه. بعد كده الجهاز يمكن قاده لاسارتي وسيد حفيظ توجهوا الى غرفه الملابس. يمكن بعديها بوقت قليل، يمكن في الرابعه عصرا او الرابعه الا خمسه بالتحديد، كان تواجد الكابتن الخطيب داخل غرفه ملابس لاعبي النادي الاهلي والجهاز، واتكلم معاهم لمده ساعه. ساعة كانت لمدة ساعة بالكامل، يعني جلسة مصارحة يمكن كانت قوية، لأن أنا أقول لك قوية، كانت باينة على وجوه اللاعبين بعد ما نزلوا تدريب الجلسة. ما نزلوا تدريب، باينة على وجوه إن الجلسة كانت ساخنة، الجلسة كانت قوية. الخطيب زعلان، مجلس الإدارة زعلان، كلنا زعلانين بصراحة، كل الجماهير زعلانة، كل الجماهير زعلانة، كلنا زعلانة من اللاعبين. ولكن يمكن تعهدوا في آخر الجلسة على مصالحة الجماهير، تعهدوا على عودة الانتصارات من جديد، تعهدوا على الفوز من جديد. كل بيتكلم ان الكوره مش ماشيه، الكوره معكسانه، الكوره مش عاوزه تخش. كل تعهد على فتح صفحه جديده من اليوم مع جماهير النادي الاهلي ومع الكل على عوده الانتصارات من جديد. يمكن التمرين كان في الرابعه، تاجل ساعه بقى الساعه الخامسه مساء، وبالفعل الساعه 5 كان بدا نزول اللاعبين. باين على الوجوه الزعل، كان باين ان كان فعلا الجلسه ساخنه من جانب الكابتن محمود الخطيب. يمكن مستر لاسارتي عقد جلسه في او اجتماع صغير في الملعب مع اللاعبين لمده حوالي 5 دقائق، اتكلم فيها ان لازم بقى خلاص يا جماعه نكسب، لازم بقى نرجع لانتصاراتنا، لازم نقدم مستوى يليق باسم النادي الاهلي ونصالح مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي زعلان جدا ومجلسه ونصالح الجمهور قبل مجلس الاداره. نصالح الجمهور قبل مجلس الاداره. طبعا الجماهير زعلانه والاعضاء زعلانه والمجلس زعلان، كله زعلان، كلنا زعلانين على يعني من النتائج الاخيره من جانب لاعبي النادي الاهلي. ان بعد جلسه لاسارتي اللي استمرت حوالي 5 دقائق بدات التمرينات. يمكن سيد عبد الحفيظ مدير الكره انفرد برمضان صبحي حوالي 3 4 دقائق اتكلم معاه. طبعا اللاعبين اللي شاركوا في المباراه الاخيره كان عندهم نار تمرين خفيف ريكفرنج ادوا وغادروا النادي. التأهيل مستمر على الجانب الاخر لاسلام محارب ومحمد هاني. طبعا باقي اللاعبين كان في تدريبات بدنيه ثم تقسيم. على الجانب الاخر تدريب حراسه المرمى كابتن طارق سليمان انفرد بشريف اكرامي بعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثه ادوا تمرينه قويه جدا جدا جدا. وانا بقول لك الناس كلها بتقول شريف مش جاهز، شريف بيعلن انجازيته. وده اللي احنا عايزين نطمن عليه، لان احنا عارفين الشناوي هيغيب عن المباراه الجايه. شريف جاهز صح؟ شريف جاهز طبعا، شريف بيتمرن بقاله كام يوم، شريف بيقدم مستوى كويس جدا في التمرين. الكابتن طارق سليمان كل التصويبات اللي سددها عليه شريف كان متالق بشكل ملفت النظر. مصطفى شوبير الحارس الواعد الصاعد عامل تمرين النهارده والاروع على اقوى. علي لطفي النهارده علي لطفي بياز طبعا هو حارس كبير. الثلاث حراس جاهزين، ايا منهم جاهزين لمواجهه فريق المصري. يمكن اللعيبه زعلانه، باين عليهم عاوزين يصالحوا الجماهير باي شكل. يعني الوجوه باينه في التمرين، باينين فهم مستنيين الماتش المصري. يعني عاوزين النهارده قبل بكره، يعني بيتكلموا مع نفسهم يقول لك احنا نفسنا الماتش يبقى بكره، عاوزين نصالح جماهيرنا بدري، استنى لسه لحد يوم الخميس عشان نصالح الجماهير. الكل متكاتف، الكل متعهد على مصالحه الجماهير يوم الخميس المقبل. ان انا يعني من اللي شفته النهارده من التمرينه من اللعيب من لعيبه الكوره ولاعيب النادي الاهلي ومن الجهاز، كان سيد عبد الحفيظ كان خطيب كان حريص يتفرج على التمرينه، وامين الصندوق طبعا الاستاذ خالد الدرندلي كله كان حريص يتفرج على التمرينه، كل كان حريص يأزر لاعيب النادي الاهلي. ولكن بقول لك من الكواليس ان لعيب النادي الاهلي تعهدوا
على فتح صفحه جديده مع جماهيرهم، مع مجلس ادارتهم، مع اعضاء جمعيه عموميه، على تقديم عروض مشرفه تليق بيهم. وزي ما قال شريف اكرامي، الكوره لسه في ملعبنا، نكسب المباريات نفوز بطوله الدوري. لازم الصبر يا جماعه، نصبر على لاعبي النادي الاهلي وما تقلقوش، القادم افضل، وباذن الله النادي الاهلي على موعد جديد باذن الله مع بطوله الدوري العام. برنامج الفريق حتى موعد المباراه يا شريف هيكون ايه؟ هو مستر لاسارت بيفضل الفتره الاخيره يكون التمرين متاخر، هيكون في الرابعه عصرا، مش حابب تمرين النهار عشان اللعيبه تقدر تاخد كفايتها من الراحه، ضغط المباريات، توالي المباريات. فبكره هيكون التمرين في الرابعه عصرا، وباذن الله لحد موعد المباراه المصري في السويس. طبعا هيكون السفر يوم الاربعاء الى السويس طبعا عشان مبيت في السويس، وباذن الله يكون الخميس يكون موعد جديد مع انتصار جديد باذن الله لاعبي النادي الاهلي، ويعود الانتصارات من تعود الانتصارات من جديد، وباذن الله يحصل على الثلاث نقاط عشان يعتلي صداره الدوري باذن الله مره ان شاء الله باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي في مداخله كانت مهمه، قال لنا كل الكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي. بمناسبه اللقطات اللي فاتت دي مش بتاعت النهارده، دي لقطات من 3 4 ايام فاتوا يعني.